جعله الله، كنت نائما على جنبك الأيمن، منقلت على جنبك الأيسر، قلت لا إله إلا الله خالصة من قلبك وأنا علمت. الثانية، واحد مات حكمت عليه المحكمة العليا الإلهية الربانية بدخوله إلى النار، فالتفت الرجل وقال يا ربي أين صلاتي وأين صيامي؟ فقال له الله اليوم أقنطك كما كنت تقنط عبادي. والدليل على ذلك قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جاء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عملت ذنبا هل الله يغفر لي؟ قال يغفر الله لك. قال يا رسول الله ذنب عظيم؟ قال يغفر الله لك. قال يا رسول الله ذنب كبير؟ قال هل ذنبك كبير على مغفرة رب العالمين؟ قد إن الله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصية. كان 40 عام 60 عام ويصل هنا قيل نهار التالي تبا من الخاسرين، كان لي عمره ما يصلي تبا يصلي خطرة تبا من الفائزين. هذا حكم رباني ما يدخل فيه حتى واحد. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال يعمل عمل ابن آدم إذا طفئ مصباح على قوم غفر الله ذنوبهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمل عمل ابن آدم عمل من أهل الجنة فيبقى بينه وبين الجنة شبر فينقلب عليه الكتاب فيصبح من أهل النار. يعمل ابن آدم عمل من أهل النار حتى يبقى بينه وبين النار شبر فينقلب عليه الكتاب فيصبح من أهل الجنة. هذه حكمة ربانية إلهية ما كانش قال لي دخل روحه. وبنادم من يموت صاي الحكم تاع بنادم يسقط ها راح للنار ها راح للجنة صاي هنا الحكم يدخل حكم الله هنايا ما كانش لي دخل روحه. الناس يدخل النار الناس يدخل الجنة أنا ما على بالكم هو راه في النار راه يتعذب. الآخر يقول لها يا راه في الجنة أنا ما ندخلش روحي. وأنا شاد على خويا سارة في وقتها متأدب هي الأولى الأدب الخلق. خاتم المؤمن خلقان لا يجتمعان في مؤمن، خلقان جل صالح خلقان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. المؤمن ما يكونش مسيء، لا يضرب المعصيه بالمعصيه ولا الفاحشه بالفاحشه، انما هم اخوان متسامحون. يا ترى رانا اخوان متسامحون اشداء على الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان أشداء بيننا رحماء على الكفار. الآية تبدلت انقلبت لابد من حياة جديدة. بدايتك كنهايتك زدت عريان قمطوك أدنولك قارع صلاة جنازة. إذا أراد الله أن يرحمك فيرحمك وإذا أراد الله أن يعذبك فيعذبك أحببت أم كره. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. أمين. اللهم أنت غني على ذنوبنا. اللهم أنت غني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أبي بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ نقولوا هذه إن شاء الله ونختموا خاوتي بالك بغاو يتعشاو لكم عيالين. أبي بكر رضي الله عنه الخلفاء الراشدون أربعة. أبي بكر قال كلمة، عمر قال كلمة، عثمان بن عفان قال كلمة، وعلي تعالي غادي تعجبكم تحل قلبك تحل لنا قلوبنا. أبي بكر قال رضي الله عنه قال القبر باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. من يتبنك وراك رايح أما على اليمين وأما عن الشمال اللهم اجعلنا على اليمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خد حية صعيبة على بالك عالم جديد قبر ما يوليش قبر يولي عالم حياة جديدة لكل اللي راك تشوف فيهم هنايا ونأكلوا خلق واحد آخر. من ثم لك الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لرأيت الدنيا في كف ملك الموت كدرهم في كف ابن آدم. كف تاع مش كيما تاعنا ملائكة قروا أرواح طاهرة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون إنما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. سمعت الملائكة كيما ريسبيراسيون عندنا حنا ما يأكلوا ما يشربوا ما يتزودوا ما والو والو ما يبدوا ما ينسوا ما والو. لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون. اعدوا هذاك يدو جيبوا لي هذاك ارحموا هذاك عذبوا هذاك امر لله. ما خاب لا من ملك الموت ما خاب من جهنم ما خاب من عذاب القبر ما خاب من منكر مناكر ما خاب من والو خاب من الرب تاعهم سبحانه وتعالى. ان شاء ان شاء رجوا ربي فروا الى الله. من اراد المؤنس بالله يكفيه ومن اراد الغنى فالقناعه تكفيه ومن اراد الصحه فالمرض يكفيه ومن لم يكفيه هذا فالنار تكفيه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
أبي بكر قال رضي الله عنه قال: القبر باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب مضار، أما على اليمين وأما على الشمال. عمر بن الخطاب ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضى الإله، وإن عصيت فالنار. عثمان بن عفان قال: هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا تختار. علي رضي الله عنه قال: ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا، وإن عصوا هفوة فالرب غفار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سيباني جاء عند رسول الله لحيته على صدره على دقنه هكا محدود مطقطع الدهر، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هل الله يغفر لي؟ سيباني انهارم ركبه، قال: يغفر الله لك. قال: يا رسول الله يا الله يغفر لي؟ قال: يغفر الله لك. قال: يا رسول الله وفجوراتي وغدوراتي فاجر غدار بقى وفجوراتي وغدوراتي. قال: يغفر الله لك. فقال الله الحمد لله رب العالمين دار، وراح يكبر وراح يكبر حتى غاب على النبي عليه الصلاة والسلام. يعلم الله في قلبك خيرا يأتيك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك شرا فلا تلومن إلا نفسك. إن يعلم الله في قلبك خيرا يأتيك خيرا في التالية. عمرك ما تصلي وقلبك زين شباب مليح، امر بالمعروف وتنهي عن المنكر، صله الرحم الحسن الى الجار، تفمك ما تهدر فيه فلان تهدر فيه كلمه تحق، فاهم؟ مشيت لما فيه تهدر فيه كلمه نيشان تحق، تكون فيك هادو وقلبك زين ودير له خير وحدين وكاع ورؤوف رحيم مع عباد الرحمن. كاع ما تصليش كيما اليوم غدوه تموت، ربي اليوم يوفقك للصلاه وغادي يفتك ما يدكش بلا صلاه ولا شك في ذلك. وان يعلم الله في قلبك شرا فلا تلومن الا نفسك. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب أشقياء أو محرومين أو مطرودين أو مقترا علينا في الرزق، فانقل اللهم بفضلك مشقواتنا وحرمنا وطردنا وإقتار رزقنا، وإذ فتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجل الأعظم في ليلة النصف شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلمه وما لا نعلمه وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ادعونا ربي معكم، اللهم من كان على حق فثبته عليه، ومن كان على باطل ويظن أنه الحق فرده ربي إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، وآخر كلامنا من هذه الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض تحط الجبال دي الميزان منا، لا إله إلا الله تزن كل شيء. من قال لا إله إلا الله آخر كلامه دخل الجنة، ما قاش يدخله دخل مباشرة. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، جنة حياة واحدة أخرى تعرفوا كي دايرة خوتي، يوم ما تخدم ما تزم ما تحوس على دراهم، ما يجيك الضو أنا كون يجيك الضو المغالي تولي كاره حياتك. حنا العين ما تقولش نخلفوها لربي سبحانه وتعالى، يقول لك ربي غدوه خلص لي المشيه اللي كنت عاطيها لك، الهضره اللي كنت تهدرها، العين اللي كنت تشوف بهم، ما تقدرش تخلص ربي سبحانه وتعالى. حنا ما يجينا غالي تبقى ملافي، ها ما جاني 500,000، ها ما جاني مليون، فاهم؟ لا جنة وفيها ما تشتهي الأنفس وهم فيها خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قولوا هذه ونختموا الخاوتي إن شاء الله، ولا تبغي نزيد معكم نزيد، كاين اللي راه عيان مسكين كاين اللي راه جاي بخدمة كاين فاهم. قال: أول من يؤتى كتابه بيمينه يوم القيامة من هذه الأمة عمر بن الخطاب. فقالوا: أين يكون أبي بكر يا رسول الله؟ فقال: هيهات، لقد زبته الملائكة إلى الجنة، ما نشوفوش أبي بكر نهار القيامة، تدي الملائكة ربي مبلغ له السلام. قال: جاء جبريل عند رسول الله، قال: يا محمد ربك يقرأك السلام ويقول لك بلغ سلامي إلى أبي بكر وقل له إني راضي عنك، فهل أنت راضي عنا؟ أبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر هكا سرعة سرعة من فقال: يا رسول الله لا أمن في مكر الله، كم يدخل كراعي الأول للجنة ليه لا يدخل الجنة؟ ما لا نأمن في مكر الله ولا يأمن في مكر الله القوم الكافرون. رضي الله عنهم بشر بالجنة، ما بالك نحن؟
ما بالك غتعطي رانا دايرين رانا فركتين اللي عندها اهل يربيهم على الاسلام عندك جار احسن الى جارك دروك الاسلام راه في نفسك تبقى في ولادك تبقى قو انفسكم واهلكم نارا تبقى في روحك الاول ما تسيب روحك غايه روح لاهلك ما تسيب اهلك غايه روح للناس برا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذيك دينا بالفرج يفرج عليهم ربي. الله يفرج عليهم وخوتي خوتي ولاد زناتي خويا اللي راك غادي تكون تاعنا العجل مسكين خويا ما تخممش راه هنا انت راك غايب خوتك كارهم هنا جيران اقارب اصحابك كارهم هنا رانا في بلاصتك كاع ما تخممش خويا والام مسكينه كبيره تقول لا اله الا الله محمد رسول الله عليك بالدعاء ان شاء الله اللهم ارحمها اللهم ثبتها كاع ما تخممش خوتك راه هنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اللهم ارفع باسك وغضبك عنا الله يفرج علينا وعليكم امين بارك الله فيك شيخ.